القمرية هي مقطع ساكن يتكون من حرفين، الأول متحرك والثاني ساكن. وتعلمنا سابقا أن المقطع الساكن ينطق صوتا واحدا، لنرى كيف نطبق ذلك عمليا. نحدد القمرية نجرد المقطع المحدد ننطق المقطع المحدد ال نحدد القمرية نجرد المقطع المحدد ننطق المقطع المحدد ال نحدد القمرية نجرد المقطع المحدد ننطق المقطع المحدد ال نحدد القمرية نجرد المقطع المحدد ننطق المقطع المحدد ال نحدد القمرية نجرد المقطع المحدد ننطق المقطع المحدد ال نحدد القمرية نجرد المقطع المحدد ننطق المقطع المحدد ال